هذا حاليا من طوله احنا 18، فبنعيده نعاود صيانته من اول جديد، نعدله برجع معدل، فلما يرجع معدل بعاود استخدامه للبناء حاليا للناس بيستخدموه حاليا لانه لن يكون معهم مصاري موفره، فبيستخدموا هذا لعاد بناء من اول جديد للدول. تقدر كمية الردم من هذه الحصيلة ما يقارب 200 ألف طن، قابلة للزيادة ربما تصل إلى 300 ألف طن. هذا الأمر نتحدث به حاليا على الواقع الذي يظهر أمامنا، لكن والله نحن ننتظر الآن، يعني الآن في هناك يعني جلسات وجلسات في مصر راعية الأمر، فيما بعد سيتضح الأمر في إدخال مواد البناء. نحن نجتهد الآن على إزالة الركام بالكامل حتى يتم تهيئة الأماكن لإعادة الإعمار. البدء في إعادة الإعمار يتطلب إزالة الركام بالكامل، وهذا الامر طبعا نفرد الحديد والعشق عشان بعد تعديله وبنباع، والحصب الردم هذا بنباع في الكسرات وبصير حصمه، يعني سمسم بيستخدم الحجاره.